المرأة العراقية مثال يحتذى به في كل بلدان العالم، فهي التي عانت من الظلم والتهميش سنين طوال واستطاعت أن ترتقي بواقعها على مر العصور نحو التقدم، فخاضت أشواطا مختلفة ولعبت دورا مركزيا وأثرت في الحضارات المختلفة. ومن هذا المنطلق أقيم في سامراء أول تجمع نسوي في القضاء لإبراز دور المرأة واحتياجاتها وكيف تطور من نفسها بحسب القائمين على التجمع. الهدف من هذا النشاط هو انه حتى نبين للناس انه اكو طاقات شبابيه نسويه، اكو ثقافه، فتيات سامراء انه مثقفات، يمتلكن مواهب، يمتلكن طاقات مكبوته، تحتاج احد يكتشفها، تحتاج احد يدعمها. احنا كنساء بسامراء يعني لنا نشاطات، من ضمن هذه النشاطات هي على شكل امسيه شعريه سويناها بهذا المنتدى، وهذه الأمسية الشعرية أيضا بها ندوة حوارية، وهدف الندوة الحوارية أنه تخص المرأة السامرائية، كيف المرأة السامرائية تندمج بالمجتمع وشون تحاول تطور من نفسها. قضاء سامراء يفتقد لمثل هذه النشاطات الشعرية والنسوية. إن شاء الله هاي مثل ما يقول الاجتماع الأول، وإن شاء الله ما يكون الأخير، ونريد بين فترة وفترة جلسة ثقافية نستفاد منها من خلال الستات هذني الحضور، وأحنا مفتقدين صراحة هاي الجلسات، وما عندنا بين فترة وفترة إذا أصير هاي يعني بسامرة تدريش قد تستفاد المرأة السامرائية. اليوم جلستنا الشعرية الأولى في مدينة سامراء بحضور نخبة من شاعرات سامراء اللي قدروا اليوم يوصلون صوتهم ويبينون طاقتهم اللي يعني ما كانت ظاهرة، قدرنا انه نطلع هاي الامكانيات لهم، وهاي الجلسة كانت جلسة جميلة وممتعة طبعا، بها تخلتها نقاشات وحوارات وأفكار إن شاء الله تكون قيد التنفيذ بالمستقبل. وبحسب المثقفين فإن المرأة العراقية عانت في ظل الأنظمة الاستبدادية السابقة وجراء الحروب والاحتلال والعنف الطائفي، ودفعت الثمن مضاعفا، والنتيجة ظهور جيش من الأرامل يقدر بالملايين، ما أدى إلى انسحاب المرأة من الشارع وانزوائها في المنزل نتيجة الخوف والعدائية التي تقابل بها كلما بحثت عن دورها في بناء وطنها.